شركة أبناء رجب صيام لتجارة جميع أنواع الحديد. تاريخ، ثقة، تطور. تعمل الشركة في مجال التجارة والتوريد والتوزيع لكبرى المصانع والشركات في مجالات متنوعة لخامات الحديد، ومنها الصاج والمواسير والقمر والترمسيون والخوص والأسهلك. للتواصل مع شركة أبناء رجب صيام الاتصال على 011-55-77-17-90 أو 03-39-36-916 أو فاكس على 03-49-69-399 العنوان 46 شارع أبي الدرداء الإسكندرية. شركة أبناء رجب صيام، إدارة الأستاذ إبراهيم صيام. شركة أبناء رجب صيام، تاريخ، ثقة، تطور. أعزائي المشاهدين، مساء الخير عليكم جميعا، معكم مروه رجب وحلقه جديده من برنامج لايف كوتش. والنهارده هنتكلم عن موضوع حيوي ومهم جدا، ازاي نقدر نسامح. كتير بنتعرض لظلم في حياتنا، ناس كتيره بتقسى علينا، بتظلمنا، بتتعبنا، بتكسرنا من جوه، بتاكل حقنا، بتوجعنا، وبنلاقي نفسنا مع الوقت مش قادرين نتحمل الصدمه، مش متحملين ازاي الاذى دواء علينا، وازاي احنا احسن ليهم كده وهم عاملونا بالشكل ده. وطول الوقت بنلاقي نفسنا مش عارفين نسامحهم، مش قادرين ننسى اللي فات، واللي فات ده كله مأثر على حياتنا. كل يوم بنفتكر، وكل يوم بنتعب، ويمكن كل يوم بنبكي، ويمكن كل يوم بندعي. ساعات بندعي عليهم، وساعات بندعي ربنا يهديهم، وساعات بندعي ان ربنا يرجع لنا حقنا، ودي اكتر حاجه بتوجعنا. الحقيقه في انواع كتيره من عدم التسامح او عدم العفو، واهمهم هو عدم التسامح مع النفس. طب خلينا قبل ما نتكلم ازاي انا مش قادره اسامح نفسي، هو ليه الظلم ده بيحصل؟ ليه ربنا مع انه هو العدل وحرم الظلم، ليه بيحصل الظلم ده في حياتنا؟ اولا ربنا سبحانه وتعالى بيحط لنا قدامنا الخير والشر والصح والغلط. ناس كتيره جدا بتسمح للاذى ده انه هو يقع عليها. ازاي؟ يعني مثلا بيكون احنا تقريبا شايفين الحقيقه بس بنكذب عنينا، مش قادرين ابدا نصدق ان الانسان اللي احنا بنحبه كده واللي احنا بنحسن ليه كده وبنديله كل ده ممكن يكون بيغلط في حقنا، او مش مقدر اللي احنا بنعمله، فبنديله فرصه والتانيه والتالته، سواء صديق او زوج او اخ او اب او ام او اي حد في حياتنا. وبالتالي احنا بنخلي دايره الظلم طوع علينا تبتدي تكبر وتوسع وتوسع، لغايه لما نلاقي نفسنا وقعنا في مشكله كبيره ومش عارفين نتخلص من الظلم ده، وانقطعت العلاقه او لازالت موجوده ولكن الظلم وقع علينا. ومن اصعبهم زي ما قلنا، او من اكثرهم وانتشارهم، هو ان احنا مش عارفين نسامح نفسنا. ازاي مش عارفين نسامح نفسنا؟ ناس كثيره جدا بتقولي انا مش قادره اسامح نفسي. طب ليه؟ السبب في مشكلة لحد، حد احتاجه في حاجة وتأخر عليه ما قدرش يعملها له، حد كان عيان وتعبان وما لحقش يروح له فتوفى، حد كان في مشكلة وما قدرش ينقذه، فبيلاقي نفسه طول الوقت بيحصل له جلد ذات، نوع من أنواع جلد الذات المستمرة، والعتاب واللوم وتأنيب الضمير، أنا إزاي عملت كده؟ إزاي سبته بالشكل كده؟ إزاي ضحيت كده؟ ويفضل طول الوقت أنا عمري ما هسامح نفسي. وأحيانا ناس كثيرة تقول له اللي هي وقع عليها المشكلة، انا مش مسامحك عشان انا لجأت لك وانت ما رضيتش تساعدني. يمكن وقتها انت كنت بتفكر بتفكير تاني، مشغول، عندك شيء، يعني تفكيرك جايبك ان مش ممكن كان هتحصل العواقب دي، او مش متخيل ان النتائج دي هتحصل. فانت بعدها بتلاقي نفسك واقع في دايره ان انت مش قادر تسامح نفسك، وده شيء بيألم جدا وبيعذب الانسان جدا ويخليه طول الوقت متألم وشاعر بالذنب وتأنيب الضمير، ويفضل طول الوقت يجلد في ذاته. وللاسف جلد الذات دي اول بوابه لدخول الامراض النفسيه، ويدخل في دايره من دايره لدايره وما يعرفش يخرج منها ابدا. فخلينا نتكلم النهارده مع بعض، انت ليه بتأنب نفسك كده؟ وليه بتجلد ذاتك كده؟ اللي حصل خلاص حصل، ده ماضي وانتهى. طب خلينا نستفيد منه. انت كنت وقتها لا تدرك ان المشكله هتوصل بالشكل ده، او المشكله هتزيد معاك بالشكل الفظيع ده. بعدها اكتشفت ان في مشكله حصلت
وانت ما كانش تقصد ده او ما كانش في نيتك انك تعمل ده، لان اكيد الانسان اللي بيجلد ذاته ده انسان طيب، انسان يعني رحيم، ما كانش يقصد ابدا انه يؤذي الانسان اللي قدامه او ما يلحقهوش او ما ينقذهوش او ما يساعدهوش. دلوقتي تقدر تساعد حتى لو الشخص ده توفى، تقدر تساعده انك تتصدق له، انك تدعي له، حتى لو الانسان ده موجود تصلح الغلطه دي بانك تقف جنبه وانك تبقى معاه. لكن توقف عن جلد ذاتك، يعني انت بتتعلم من الـ من الـ من اللي فات. وزي ما قلنا الظلم ده بيحصل لحاجات كتيره قوي، يعني علشان انت تتحوش ان تقف على رجلك، تتعلم من المشكله اللي انت مريت بيها ومن الالم اللي انت مريت بيه، ازاي توجد لنفسك ابواب جديده تفتحها، ازاي توجد امال، ازاي تاخد المشكله اللي انت وقعت فيها دي وتجعلها خطوه تقف بيها او سلمه تقف عليها عشان تطلع بسلمه لسلمه لمجد لعمل لواقع لشيء جميل جدا في حياتك. فتوقف عن جلد ذاتك وسامح نفسك، ارجوك انك لازم تسامح نفسك، لانك طول ما انت مش عارف تسامح نفسك انت لا هتقدر تساعد نفسك ولا تساعد الانسان اللي انت تسببت في اذيته بدون قصد وبدون ما كنت تتخيل ان ممكن يحصل له العواقب دي. ونيجي بقى لاصعب نوع من انواع عدم التسامح، او ان احنا الناس مش عارفين نسامحهم، للاسف هم الاب والام، وده من اصعب انواع عدم العفو والتسامح. كتير جدا او ناس كتيره جدا بتتعرض في الصغر في التربيه لمشكله، الاب كان قاسي شويه، كان بيضربه، كان بيأنبه، كان بيلومه، كان بيعاتبه، كان بعيد عنه، كان مسافر، الام نفس الشيء. فده كله بيسبب طبعا يعني مشاكل نفسيه، لان التربيه اهم شيء ان تكون التربيه ايجابيه مع الطفل، لان بتسبب له ازمات نفسيه. الطفل بيتركب عنده مشاكل نفسيه كثيره جدا من سنه 5 سنين تقريبا لو اساء التعامل معاه، لانه كطفل تفكيره صغير، فبالتالي هو بيشوف ان ماما مش بتحبه، بابا مش بيحبه، وليه حسابات تانية غير حسابات الكبير خالص. بيكبر للاسف بالمشكله، وبيبقى في تراكمات للمشكله، تراكم ورا تراكم، فيكبر حاسس دايما بضغينه في قلبه، حاجه بتوجعه. بيحب بابا ومامته عشان هم بابا ومامته، لكن مش عارف يحبهم الحب اللي يعني الحب اللي من قلبه. هو بيحبهم لان هم مفروضين عليه كاب وكام، ومش عارف يسامحهم في تقصيره معاه، في ان هم غلطوا معاه، ان هم اذوه. خلينا نتكلم عن النقطه دي، لان النقطه دي بجد مهمه جدا جدا، وبتعيق الانسان على انه يتقدم في حياته كتير. الاب والام اكيد 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 كانت نيتهم خير، يعني خلينا نتكلم كده، يعني ان هم مستحيل يكونوا نيتهم انهم يؤذوك. طيب هم تصرفوا التصرفات دي عن جهل، عن خطأ، مش هم كان في نيتهم ان هم كده بيربوك، بيعلموك، بيقفوا جنبك عشان يخوشنوك ويأذروك، مش نيتهم ابدا ان الحاجه دي ممكن تألمك او توجعك، وصلنا الطفل ما بيعرفش يعبر عن الحاجه اللي توجعه بسهوله، فبالتالي هم ما كانوش مدركين ان دي ممكن تسبب لك المشكله دي. الحاجه الثانيه المهمه قوي ان دول بشر، يا جماعه احنا مش ملائكه، احنا كلنا لازم نغلط، طبيعي، ربنا خلقنا نغلط ونستغفر، ده طبيعي، الاب والام دول مش ملائكه. فشيء طبيعي ان احنا ما نفضلش طول الوقت نلوم عليهم، انت السبب، انت السبب، طول الوقت، حتى لو مش بنقول لهم الكلام ده لكن باين في عينينا، باين في تصرفاتنا، بنبعد عنهم، مش بنبرهم. انت مطلوب منك انك ما تحبهمش، لو مش قادر تحبهم يعني دي حاجه مش مطلوبه، لكن برهم ده مطلوب. طبعا احنا بنقول طبعا ان هو يغفر ويسامح ويحب ويقرب، لكن لو انت مش قادر فعلا، اهم شيء ان انت ما تاثرش في برهم، برهم حتى لو كانوا عملوا ايه فيك، حقهم عليك. البر ده يعني شيء مهم جدا للوالدين، هم زي ما هم ربوك وحتى لو اساؤوا هم احسنوا في حاجات كثيره جدا، خلوك راجل، خلوكي مدمزل قويه متعلمه واقفه على رجلك، ليهم فضل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ان عقوق الوالدين من اكبر الكبائر، فمهم جدا انك انت تكون راضي ربنا بانك تقرب منهم وانك انت تبرهم وتكون معاهم وقت ما يحتاجوا لك. لكن انت من جواك تبتدي يفكر وقول، حط نفسك مكانهم، ما انا برضو لو انا دلوقتي بابا ولا ماما ممكن قوي يأس على ابني، ممكن ازعق له، ممكن اضربه، ممكن اروح الشغل واسيبه واهمله، يعني نفس التصرفات اللي كانت بتحصل لك ممكن انت تكررها مع اولادك بدون قصد او بدون يعني تفكير ان ده ممكن يأذيهم، انت بتتصرف تصرف تلقائي طبيعي. عشان كده احنا بنقول مهم جدا ان الاب والام ياخدوا دوره في التربيه علشان يفهموا تفكير الطفل ونفسيته بتتاثر ازاي بحاجات صغيره قوي ممكن تاثر عليه في الكبر. وفي الحقيقه دي بتجيلي في حالات كثيره بشوفها، المشكله كلها بابا كان بيقول لي، ماما كانت بتقول لي، بابا كان بيعمل، ماما كانت بتعمل، وده كله مؤثر وبيبتدي يسبب تراكمات ومشاكل نفسيه ويؤدي الى امراض نفسيه فيما بعد، ويمكن تدخل كمان في امراض ذهنيه. لذلك
مهم جدا انك تضع نفسك مكان الاب والام وتعذرهم وتلتمس لهم الاعذار، وتاكد ان انت لو سمحتهم هترتاح كتير، لانك انت فعلا هتعرف تتعامل معاهم باريحيه، هتقرب منهم، لان بجد وجود الاب والام في حياه الانسان حتى لو كانوا بيغلطوا في حقك هم نعم. مجرد انك تشوف وشهم وتصف وشهم وتطبطب عليهم وتحن ليهم، ده في حد ذاته نعم عليك انت، بيرجع عليك بطاقه ايجابيه غير عاديه. شوف الخير اللي بيجي لك قد ايه لما بتبر اهلك او بتبر والدك والدتك، قد ايه بتلاقي خير ونجاح، وبتلاقي دعوه حلوه من الاب والام، لان هم مش مدركين، فهم في كبرهم محتاجين منك الرعايه، محتاجين منك انك تكون قريب منهم. ففكر في الكلام اللي انا قلته ده، وابتدي حط نفسك مكانهم، وابتدي سامح سامح واغفر، لان احنا كلنا بشر وانت اكيد هتغلط زي ما هم غلطوا. الموضوع بصراحه كبير وهنتكلم فيه بافاضه، لكن ممكن نطلع فاصل ونتواصل مع بعض ان شاء الله. النفس ليها حق عليك، ولو مرضت هتبدأ تشتكي من حاجات كتير جدا انت في غنى عنها، زي الصداع والألم والمعدة والضروس والعظام وغيرهم. فأكيد انت محتاج لاستشاري صحة نفسية ينور ليك طريقك ويساعدك تتخطى كل الألم النفسي اللي ممكن يدمرك ويدمر حياتك كلها. وما تنساش ان المرض النفسي أصعب بكتير من المرض العضوي، وصحتك تستحق الكثير. فبدون الصحة النفسية يتوقف الزمن والقدرة والشغف. كل ده وأكتر مع الأستاذة ميرفت رجب صيام، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري والتربوي والمراهقين. للحجز الاتصال على الأرقام التالية 010-122-45-482 أو 011-22-91-44-45. معانا انت في امان. للباحثين عن التميز في الارشاد الاسري الحفاظ على صحتك النفسية مع المدربة الدولية الكبيرة والقديرة الاستاذة ميرفت رجب صيام، للحجز الاتصال على الارقام التالية: استشاري نفسي واسوي وتربوي ومراهقين ومسنين. مع الأستاذة ميرفت رجب صيام، استشاري صحة نفسية وأسرية وتربوية ومراهقين، استشارات أسرية وزوجية، استشارات صحة نفسية، استشارات تربوية، استشارات مراهقين، استشارات الاضطراب والاتجاهات الجنسية، جلسات تنويم بالإيحاء، جلسات علاج بخط الزمن، وكمان استشارات اونلاين لاي مكان في العالم، نفسيه واسريه وتربويه ومراهقين ومسنين. اعزائي المشاهدين، وعوده ان شاء الله، وموضوع ازاي نقدر نسامح. اتكلمنا ازاي نقدر نسامح نفسنا، واتكلمنا ليه الظلم بيحصل، واتكلمنا ازاي نسامح بابا وماما، لان دي من اهم واصعب انواع التسامح. طب هنتكلم بقى النهارده عن الناس العاديه اللي اذتنا، الناس اللي كانت حوالين مننا. صديق تخلى عن صداقته واذاني كتير جدا وفرق بيني وبين ناس كتيره، زميل في العمل عمل فتنه كبيره بيني وبين مديري وتسبب في رفضي من الشغل او في اذائي، زوج ظلم زوجته او زوجه ظلمت زوجها، زوج طلق زوجته بدون اسباب ورماها وجنى عليها وعلى اولاده وعلى اسرته، خطيب خطب واحده وكان في نيته الغدر بيها، الخيانه، واحد خان زوجته اهملها اهمل اولاده، كل دي مشاكل كتيره جدا بنمر بيها، اخ طمع في ميراث اخته، اي مشكله حصلت من هذا القبيل. ازاي انا اقدر اسامح الناس دي؟ واحد سبب لي في الاذى الكبير ده كله، انا لا يمكن اسامحه، انا مش قادر اسامحه، لان ربنا سبحانه وتعالى لازم يجيب لي حقي. في ناس بقى بتتجه اتجاه يعني اتنين، يا اما ما بتقدرش تسامح وتفضل طول الوقت تدعي وتحاسب ربنا على الشخص ده، وطول الوقت بتتالم وبتتعذب وبتبكي وبتدمر حياتها بسبب المشكله دي، وناس ثانيه بتتجه للانتقام. خلينا نتكلم عن نقطه الانتقام.
هل انا لما هنتقم من الشخص ده هرتاح؟ هو الانتقام هنا دايره بتحول الانسان المظلوم الى ظالم. ليه؟ اولا لو تقدر تاخد حقك وبطريقه قانونيه وشرعيه خدها، ده حقك. الساكت عن الحق شيطان اخرس، دور على حقك وجيبه. طب لو انا مش عارف اخد حقي وقررت ان انا انتقم، هتنتقم ازاي؟ هتعمل مكيده وهتحط خطه علشان خاطر تنتقم من الشخص ده، وبالتالي هتبتدي تاذيه زي ما هو اذاك، فهتتحول من مظلوم الى ظالم. وربنا سبحانه وتعالى قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي. فعشان انت ترفع الظلم عن نفسك تبتدي انت تبقى انت كمان ظالم وتظلمه وتقتله وتنتقم منه، هتلاقي نفسك دخلت في دائره تملا قلبك بالحقد بالضغينه. في قلبك ده هتلاقي الابيض الضعيف الطيب اللي كان مستحمل الشخص ده تحول لقلب اسود مليان حقد مليان كره مليان اذى، وهتبتدي تتعلم ازاي تبقى وحش كاسر عشان تنتقم منه. الحقيقه الدايره دي انت لو دخلت فيها هتفقد عفويتك، هتفقد طيبتك، اخلاقك، قيمك، مبادئك. فدي دايره يعني انا انصح اي حد انه يبعد عنها تماما. طب انا اقدر اجيب حقي؟ مش عارف اجيبه، أنا انتقم؟ لا، ما تنتقمش، فوض امرك لله. احنا لما بيكون عندنا مشكله نقدر ناخد حقنا بالقانون، بنروح نوكل المحامي، نقول له تعالى ونعمله توكيل في الشهر العقاري، انت دلوقتي مسؤول عن القضيه دي، جيب لي حقي. وانا بروح البيت وبنام واسيبه هو يعمل القضيه ويرفعها، وتابع كل فتره انت اخبارك ايه وعملت ايه، طب المحكمه، طب الجلسه، وهكذا. طب ولله المثل الاعلى، انت فوضت رب العالمين، رب الكون ده كله، فوضته في امرك، قلت له يا رب اني فوضت الامر ليك، حسبنا الله ونعم الوكيل. دي تكفي، مش ده ضعف منك على فكره، بالعكس الانسان اللي بيفوض امره لله ده انسان قوي، لانه كان يقدر ياذي وكان يقدر ياخد حقه زي ما هو اخده، ولكنه فوض الامر لرب العالمين لانه مش عاوز يكون انسان مؤذي زي ما هو اذاه. هو ساب الامر لله، لو يقدر ياخد حقه هياخده، ما يقدرش فهو ساب الامر لله سبحانه وتعالى يجيب له حقه، وهيجي له حقه في الدنيا وفي الاخره. لازم يكون عندك يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هو العدل، ربنا عادل ولا يمكن يسمح بالظلم انه يستمر، وحقك هيجيلك مهما عدى من الوقت، مهما عدى من الزمن، هيجيلك في الدنيا وهيجيلك في الاخره. تمام؟ فانت لو فوضت ربنا سبحانه وتعالى وبعدت عن دايره الانتقام دي حاجه تريحك كتير. طب الحاجه بقى اللي بتعذبنا وتخلينا مش عارفين نسامح، ان احنا فعلا بنتعذب عشان مش عارفين نسامح. المشكله ان هو ظلم وعدى ومشي، او ظلمت ومشيت وسابتنا في المشكله، واحنا طول الوقت نقوم من النوم اول ما نفتح عينينا نفتكر المشكله، نفضل طول اليوم حتى لو انشغلنا ورحنا الشغل بتاعنا وعملنا واجباتنا وسافرنا ورحنا وجينا، برضو طول الوقت كل شويه نفتكر المشكله. وقبل ما ننام واحنا بنحط راسنا على المخده، حسبنا الله ونعم الوكيل، فيك يا فلان يا فلانه، انت اللي عملت وانت اللي سويت وانت اللي تسببت وانت اللي عملت كذا وكذا. فده كله بيمثل عندي طاقه سلبيه رهيبه، طاقه غضب في قلبي طول الوقت، انا تعبان لاني مش عارف اسامح. هو انا لما بسامح الشخص ده انا كده بسمح له ان هو يؤذيني ولا ببعد الاذى عني؟ لا طبعا انا ببعد الاذى عني. ازاي ده؟ انا لما سامحه كده هو خلاص، ده كده اخد فرصه ان هو ما اخدش حقي منه، انا اديته كده يعني تصريح مني بالتسامح ان خلاص حقي راح. لا، حضرتك فاهم الموضوع غلط. انت لما بتسامح شخص اذاك انت بتسامحه عشانك انت مش عشانه هو، عشانك انت، لان انت اللي تعبان، انت اللي بتتالم، انت اللي موجوع. كل الاحداث اللي حصلت دي مثلت فايلات موجوده عندك في العقل اللاواعي، طول الوقت بتضغط عليك، بتضغط عليك، تعيقك على النجاح، تعيقك على التقدم. كل ما تبتدي تاخد خطوه عشان تنجح فيها تلاقي الماضي بيرجع تاني، بيفكرك بكذا. بدا الموضوع كمان يحصل لك تعميم، يعني انت لو كنت بتثق في فلان اصبحت مش عارف تثق في حد خالص. هو الحرص طبعا واجب، ولكن ان انا افقد الثقه في كل الناس كده في تعميم رهيب، لان اكيد في خير، اكيد في ناس كويسه. لكن انا المفروض ان انا اتعلم الدروس دي، يعني انا كنت واثق في فلان ده 100%، طب حصل لي الظلم ده ليه؟ عشان ربنا يعلمك ويقول لك ما ينفعش تثق في حد 100%، ما ينفعش تكون طيب للدرجه دي، ما ينفعش انك تتهاون في حقك بالشكل ده.
اتعلم انك تحافظ على حقوقك، اتعلم انك لما تثق تثق وتبقى عندك حرص انك تسيب مساحه ما بينك وما بين الاخرين، اتعلم ان انت ما تتهونش في حقوقك، اتعلم ان الحياه فيها اخذ وعطاء. ما ينفعش تدي 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 والاخر تقول اصله ظلمني، انت اللي سمحت له انه يظلمك لان انت تهاونت في حقوقك. ودي مشكله كبيره جدا ما بنواجهش نفسنا بيها، دايما بنوقع المشكله او بنوقع اللوم او نقع اللوم على الانسان اللي اذانا فقط، لكن ما بنفكرش احنا عملنا ايه عشان يقع لنا المشكله دي او عشان اتظلم بالشكل ده. فدي هي الرساله بتاعت ربنا اللي لازم تفهمها ولازم تستوعبها. ربنا جعل المشكله دي تحصل مش علشان هو حابب الظلم، حاشا لله طبعا، ربنا عادل، ربنا منصف، ربنا جبار منتقم من اللي بيظلم، ولكن انت كنت محتاج لقرصة الودن دي، محتاج للدرس ده، وعمرك ما كنت هتتعلمه ابدا غير لما تقع في المشكله. لان احنا يعني الطفل الصغير لما بيجي يروح للكهرباء او يروح للنار مش مقتنع ابدا ان دي كهرباء تاذيه او ان النار ده يأذيه، تمام؟ فنقعد نقول له كخ ونضربه على ايديه كده مفيش فايده، لازم يروح يتلسع من النار عشان يحرم ان هو يمسكها تاني، واللسعه توجعه شويه ونحطه او الكهرباء بعد شهر يكهرب ونقعد بقى نخلي بالنا عليه ونقول له انت خلي بالك ما تحطش ايدك هنا تاني، فيفهم ان في مشكله. فعمر الانسان بيعرف يتعلم الصح من الغلط غير لما يخوض التجربه، والتجارب دي كلها بتخوش الانسان، بتقويه، بتخليه عنده صلابه، بتخليه عنده مناعه، بتخليه يقدر يتعامل مع الاخرين فيما بعد. غلط جدا ان انا اخد التجربه كتعميم، ولكن اخد الفايده اللي فيها، افهم رساله ربنا من المشكله اللي حصلت لك دي وانت هتعرف هي ليه حصلت لك. طب انا كده عرفت هي ليه حصلت لي، وعرفت ان ربنا عايز يقويني ويخليني اتعامل مع الناس بصوره افضل، وان انا ما اتمرنتش او ما اتعلمتش ازاي اتعامل مع الناس دي، ما اتعلمتش ازاي اقدر اجيب حقي او ازاي اقدر امنع الاذى عن نفسي. دلوقتي بقى انا مش قادر اسامحهم وتعبان، طب انا عايز اقول لك على حاجه، طول ما انت مش عارف تسامح طول ما انت هتفضل تعبان، وطول ما انت بتتوجع من جواك وكل ما تيجي سيره افهم انك لسه مش عارف تسامح. حتى لو قلت انا سامحتكم، بس اول ما بتيجي سيره فلان ده او تفتكرها مع نفسك او حد يجيب سيرتك تلاقي نفسك بتبكي بتعيط بتتاثر، انت كده ما سامحتش، انت كده لسه تعبان. طب انا ليه عايزه اسامح؟ عشان تخلص وتحرر من قيد الشخص ده، لان هو طول الوقت ظلمني ومشي وانا اللي متحمل الاذى طول الوقت. انا في ضغط وفي طاقه سلبيه عاليه جدا وفي ضغينه جوه قلبي وغضب غضب شديد شديد شديد. خلينا نتكلم مع بعضنا ان احنا لازم نبتدي نشوف الحكمه من ربنا سبحانه وتعالى ونسامح. ادي فرصه لنفسك انك تسامح، ادي فرصه لنفسك انك تحط نفسك مكان الاخرين وتقول انا سامحت، لكن حقك عند ربنا، فوض امرك لله هيجي لك في الدنيا وفي الاخره. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فوض الأمر لله وسامح من قلبك عشان تقدر تعيش حياتك، ويا رب يكون إن شاء الله لقاءنا النهاردة قدر يوصل لكل حد مش عارف يسامح طريقة للتسامح. أشوفكم على خير. شركة أبناء رجب صيام لتجارة جميع أنواع الحديد، تاريخ، ثقة، تطور. تعمل الشركة في مجال التجارة والتوريد والتوزيع لكبرى المصانع والشركات في مجالات متنوعة لخامات الحديد، ومنها الصاج والمواسير والكمر والترمسيون والخوص والأسهلك. للتواصل مع شركة أبناء رجب صيام الاتصال على 011-55-77-17-90 أو 03-39-36-916 أو فاكس على 03-49-69-399 العنوان 46 شارع أبي الدرداء الإسكندرية. شركة أبناء رجب صيام، إدارة الأستاذ إبراهيم صيام. شركة أبناء رجب صيام، تاريخ، ثقة، تطور.